الله يخليكم إخوان، نتكلم معكم ومع 10,000 ديال الإخوان اللي هما يعني داخل التجمع الوطني. وما تنساوش، ما تنساوش 15,000 اللي ما نجحتش. تيوا دائما بين عينيكم، وبقاو تكلموا معهم لأن عندهم مستقبل إن شاء الله، يعني باش حتى هما يمارسوا السياسة وحتى هما يمارسوا يعني الشأن العام. دونك كونوا واثقين بأنه هذا الشيء اللي جيتوا به غادي ناخذوه بعين الاعتبار. بيان سور الدولة كتعرفوا يعني الإمكانيات ديالها، ولكن الأكثر اللي يمكن لينا نديروه غادي نديروه، وما يمكنش نديرو واحد الجهه واحد الجهه اخرى ما نديروش، غادي يكون التوازن ويكون هذا. دونك خصنا غير نفهموا ونشوفوا الاولويات. وانا متفق بان القضيه ديال الاعتبار، ديال ليلو وداك الشيء بان شيء جد مهم. او ميم طو كنقول لكم الله يخليكم، انتوما بيناتكم حاربوا الفساد، ماشي حنا اللي غادي نحاربوا الفساد، انتوما بيناتكم نصحوا بعضياتكم وحاربوا الفساد، لانه خصو هنا يبقى مزيان يعني لهاد هاد 5 سنين اللي بقى لكم ان شاء الله في الموندا ديالكم. المواطنين داوكوا فيكم الثقه وعطاوكم اصوات كبيره، خصكم تكونوا يعني في المستوى ديال هاد الاصوات اللي حصدتوا بفضل البرنامج بفضل العمل ديالكم. وحنا داخل الحكومه وداخل الاغلبيه سوف نشتغل لنكون ان شاء الله يعني نعطيو جواب حتى احنا ايجابي بالنسبه للمتطلبات ديال المواطنين. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.